أليس في بلاد العجائب، حكاية من التراث القديم. مرحبا بكم أيها الأطفال. العالم يغص بالكتب الجميلة ذات القصص الحلوة المسلية، ولكن لا شك أنكم ستجدون قصتنا هذه أكثر القصص متعة وجمالا. قصتنا هي أليس في بلاد العجائب. ما رأيكم أن نقلب صفحات هذه القصة؟ ها؟ ما هذا؟ أرنب على ما أظن. أجل؟ ولكنه أرنب من نوع خاص، إنه يرتدي صدرية ويضع ساعة في يده. ماذا تفعل لو رأيت أرنبا مثله يسير من أمامك؟ ربما تداعبه أو تجري خلفه، لا أدري. في عصر أحد الأيام كانت تجلس أليس في ظل شجرة بصحبة أختها، وقد شعرت أليس بالضجر والملل لأنها لم تجد شيئا تفعله، وكانت أختها مشغولة عنها في قراءة كتاب صعب. أشعر بالضجر. حسنا، سأجمع بعض الأزهار وأجعل منها عقدا، ولكن أشعر بالضجر. وغالب النعاس أليس وهي جالسة في ظل الشجرة، فتقاعست عن القيام بجمع الأزهار. يا إلهي، أنا مشغول جدا. يا لهذا الأرنب العجيب، أرنب يحمل ساعة. وجرت أليس خلف الأرنب. وقتي ضيق جدا. انتظر انتظر أيها الأرنب. وسقطت أليس فجأة في هوة عميقة. كم عمق هذه الحفرة يا ترى؟ سأصل إلى جانب الأرض الآخر إذا ما تبعت السقوط هكذا، ولكن كيف سأحيي سكان الجانب الآخر؟ ماذا عساي أن أقول لهم؟ مرحبا. وهكذا وصلت أليس إلى نهاية الحفرة. أين أنا؟ يا إلهي يا إلهي. أيها الأرنب، انتظر انتظر. أيها الأرنب أيها الأرنب. لا بد أن الأرنب هنا. ورأت عيناها حديقة غريبة جميلة خلف الباب. حسنا، سأذهب إلى هناك. ولكن الباب كان صغيرا جدا ولا تستطيع أليس أن تمر من خلاله. ليتني أستطيع أن أترك هذا المكان. لو أنني أصبح صغيرة الحجم لتمكنت من الدخول. ها؟ اشربيني. وجدتها. سيصغر حجمي إذا ما شربت هذا. كل شيء غريب اليوم. فعلا سأشرب هذا وأصبح صغيرة الحجم. نعم، رائع. لنرى إذا ما كانت الأمور ستجري وفق رغبتها. بالطبع إنه لذيذ جدا، سأصغر دون شك. ما هذا؟ كلا، لا أريد أن أصبح أكبر حجما. كم أنا مشغول، سأتأخر كثيرا. وحش. أيها الأرنب انتظر. وفجأة شعرت أليس بحزن كبير. كما أتمنى أن أصبح أصغر حجما، لن أستطيع مغادرة هذا المكان. سأبقى هنا طوال حياتي. وصرخت أليس بأعلى صوتها،
وفجأة بدأ جسمها يصغر بسرعة فائقة. إنه ماء مالح. أجل، فمياه هذا البحر من دموعها. لقد شكلت دموعها هذا البحر داخل الغرفة، ولكنها نجت من بحر دموعها بمساعدة سمكة كانت تسبح بالقرب منها. هذه دعوة من الملكة إلى الدوقة لمشاركتها لعبة الكروكي. أرجوك أن تفسح الطريق. الملكة؟ وهذه دعوة من الدوقة إلى الملكة لمشاركتها لعبة الكروكي. نعم. ماذا يحدث؟ شيء يغضب حقا. زيادة الفلفل هي أفضل وسيلة لجعل الطعام شهيا. أين هو؟ كان المكان مليئا بالفلفل. ولكن أرجوك لا تلقي بالأشياء هكذا. من أنت؟ إذا كانت لك أي شكوى فعليك أن تتقدمي بها إلى الدوقة. عفوا يا سيدتي، لا شك بأن الفلفل يغضب الطهي، والخل يثير الناس، والدواعي يشفيهم، أما الحلوى فتسعدهم. أليس من الأفضل يا سيدتي أن تحتفظي بالحلوى داخل المطبخ بدلا من الفلفل والخردل؟ أليست الحلوى هي المفضلة دائما وفي كل المناسبات يا سيدتي؟ الحلوى لا تحتوي على الفلفل أو الخردل، وطعم كل منهما لذيذ، والمثل يقول كل ما يدخل إلى المعدة فهو متشابه. ولكن طعم الخردل يختلف. أحق ما تقولين يا صغيرتي، ولكن يقول المثل. مثل؟ أي مثل هذا يا سيدتي؟ أي مثل؟ لكل شيء مثل، ألا تعرفين؟ شيء رهيب. أين هو؟ وهل هناك لتصرفات الطهي مثل؟ طبعا هناك مثل، سأقوله لك. المثل يقول يجب أن أخرج من هنا حالا. ما هذا المكان العجيب الذي أتينا إليه؟ تعالي يا فتاتي الحلوة، نحن في حفلة شاي. تفضلي تفضلي اشربي. هيا تفضلي اشربي. بكل سرور. حسنا. والآن أين الشاي؟ أين هو؟ لا يوجد أي شراب هنا. ليس عندنا شراب. لما تدعوني على شرب الشاي إذن؟ ها؟ ومن الذي طلب منك أن تجلسي هنا؟ ها؟ لا بأس لا بأس، لننتقل إلى موضوع آخر. تفضلي تفضلي اشرب الشاي. أنت تضيع الوقت هكذا. أنا أريد الشاي. أين الشاي؟ حقا أين الشاي؟ نريد أن نشربه. نعم نعم، هذا من الجائز أن يكون مضيعة للوقت. ولكن انطلاقا من نظرية زميلي وصديقي هاتير التي ورثها عن أبيه. نعم نعم، بالفعل كما قال صديقي صافير، إن هذا لمضيعة. تماما. إن ساعتي تشير إلى الثالثة، أي إن موعد الشاي لم يحن بعد. أجل. يا إلهي، لن أشرب الشاي إذن. أنتم تضيعون الوقت. نعم. يكفي هذا يا صديقي. أجل أجل أجل، لقد تحدثنا كثيرا عن الشاي، ما رأيكم بقول الألغاز؟ ها؟ حسنا، اسأل ما تريد. هل تعرفين الشبه بين الغراب والمنضدة؟ أخبريني. ها؟ غراب؟ منضدة؟ الشبه بين الغراب والمنضدة؟ هل عرفت الإجابة؟ أخبريني. كلا لم أعرف، أخبرني أنت. أنا لا أعرف أيضا. ليس لهذا اللغز أي إجابة. صحيح. لماذا تتصرف هكذا؟ كيف تسألني لغزا لا إجابة له؟ أمر يدعو للسخرية. إيه للسخرية.
هكذا استطاعت أليس أن تعبر الباب لتصل إلى الحديقة. أنت هنا، ولكن من أنت؟ هيا أخبريني أيتها الفتاة. لا أعرف نفسي، لقد تغيرت مرات عديدة، مرة أكبر وأخرى أصغر. ألا تعرفين من أنت؟ كلا، أظن بأني ما زلت في مرحلة النمو، ومع ذلك فقد اختلف حجمي. أوه، شيء يدعو للدهشة والانزعاج. كل شيء اليوم يدعو للدهشة والاستغراب. أنت في بلاد العجائب والأمور العادية تبدو غريبة. فهمت. الآن أتعرف أيها اليسروع أين ذهب الأرنب؟ ذهب إلى مكانه المعتاد طبعا. أود الذهاب إلى هناك. اطلبي منه ذلك بنفسك. حقا، إنها لفكرة صائبة. شكرا لك أيها اليسروع، مع السلامة. وهكذا قررت أليس أن تبحث عن الأرنب. أيها الأرنب، أيها الأرنب، أين أنت؟ أيها الأرنب، هيا بسرعة اركضوا. الماهرة، موضو، أين الأرنب؟ إنه في القلعة البيضاء. القلعة؟ إنه أبيض اللون. اركضوا هيا. أنا الفائز. أنا كلا، لقد سبقت على السلحفاة الزائفة. ماذا تقول؟ أنا الفائز. أنا الفائز، كلا، كنت أمامكم أركض بسرعة. أنا لا أعرف من الذي فاز، ولكني أريد الذهاب إلى القلعة البيضاء. أسلكي هذا الطريق وإلى الأمام. شكرا لك. بوم 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 بوم. أنا الفائز، قلت لك أنا الفائز. أنا الفائز إذا في هذا السباق. وأسرعت أليس باتجاه القلعة. ما هذا؟ أنصحك بالابتعاد عن هذا المكان، فالملكة تلعب الكروكيت. أيها الجنود، من الأفضل أن تأتوني بالكرة، وإلا قطعت رؤوسكم جميعا. ها، كراتي تبتعد، سأقطع رؤوسكم إن لم تمسكوا بها. هيا أسرعوا. حذر. من هذه الفتاة؟ هل يعرفها أحد؟ معذرة، فأنا لا أعرف هذه الفتاة. ماذا تقول؟ لا تعرفها؟ حسنا، سأقطع رأسك أيها الجندي في العال. نعم، أرجوك يا مولاتي. وأنت أيضا لا تعطيني إشارة البدء. وصلت بعض الأخبار يا مولاتي. أيها الأرنب، كنت أبحث عنك. أيها الأرنب، أين أنت؟ أين تبحثين عني؟ ولماذا؟ لا أدري لماذا أبحث عنك. ما هذا؟ ماذا تقول هذه الفتاة؟ لا أدري ما تقول هذه الفتاة يا مولاتي. لا تدري ما تقول؟ حسنا، اقطع رأس الأرنب في الحال. هيا. انتظري يا مولاتي، فعندي لك أخبار هامة جدا. ماذا؟ هيا اقرأها بسرعة. حاضر. أعدت الملكة كعكة في أحد أيام الصيف، فأتى شاب فسرق الكعكة،
وأعدت كعكة ثانية وسرقها الشاب، وأعدت الثالثة وسرقها الشاب، وأعدت رابعة وسرقها الشاب. أعقد الجلسة، سأحاكمه فورا. والآن يا أحبائي الصغار سوف تشاهدون محكمة بلاد العجائب. كل شيء فيها غريب وجديد على أليس، وأنتم بالتأكيد يا أحبائي الأطفال ستشاهدون أغرب وأعجب محكمة. محكمة غريبة فعلا، هنا يجلس المحلفون والملك هو القاضي. سكوت، استدعي الشاهد الأول. هيا. الشاهد الأول. معذرة يا سيد القاضي، فأنا لم أنتهي من تناول الشاي بعد، لم تحن الساعة الثالثة إلى الآن. ارفع قبعتك وأنت في المحكمة وأعطني إياها. إنها ليست بك يا سيدتي، صدقيني يا سيدتي. إذا سرقتها. كلا كلا يا سيدي كلا، أنا لا أملك الآن سوى واحدة فقط. إنه كاذب، اقطع رأسه في الحال، هيا بسرعة. لست كاذب النجدة. هيا استدعوا الشاهد الثاني. الشاهد الثاني. كان كل شيء عجيبا بالنسبة لأليس. ترى هل سرقت طاهي الكعكة؟ يا لها من محكمة مضحكة. هيا تكلم بسرعة. هيا. أستطيع أن أخبرك طريقة إعداد الكعكة. وما هي هذه الطريقة؟ ها؟ هيا أخبرني. عليك باستخدام كمية كبيرة من الفلفل. أمر غريب. استدعي الشاهد التالي أيها الأرنب بسرعة. هيا. الشاهد ماذا؟ أليس. ماذا؟ أليس ليست هنا يا مولاي. ماذا؟ أليس ليست هنا؟ أين ذهبت؟ لقد هربت عندما طلبت للشهادة. هذا أمر مشكوك فيه. نعم لقد عرفت الحقيقة، لا شك أنها هي السارقة الحقيقية. أليس أين اختبأت يا أليس؟ هيا اخرجي وإلا قطعت رأسك في الحال. اخرجي. أنا بريئة، لم أسرق شيئا. لم أسرق شيئا. ماذا؟ تقصدين أنك لا تعرفين شيئا أبدا؟ ها؟ أجل لا أعرف شيئا أبدا أبدا. أنت يا أليس أنت المذنبة. نعم أنت. هذا كلام فارغ. كاذبة. إن من واجب هذه المحكمة أن تجد سارق الكعكة الحقيقي، وعدم معرفتك لأي شيء ليس إلا دليلا على أنك السارقة. نعم أنت السارقة يا أليس أنت. كلام سخيف، لست السارقة. اقطعوا رأس أليس في الحال. لن أهتم بكم، فلستم سوى مجموعة من الورق، لا تساوون شيئا، أنا أعرف ذلك. عزيزتي انهضي. أليس أليس. يا له من حلم مزعج. أختي. أختي
لقد كنت أحلم. وقصت أليس على شقيقتها جميع ما رأته في بلاد العجائب من أحلام، وأصغت إليها شقيقتها والابتسامة لا تفارق شفتيها. لا شك أن أليس لن تنسى حلمها الغريب الذي حملها إلى بلاد العجائب.